ها؟ نفس ابو معيكل. شو عندكم اكل ولا بس الاكل تصيحون وتغنون؟ دقيقة. بغني اغنية. يلا باتمان. اكل سناني. باتمان. 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 الحارس الذي لا يضال الشر. رجاء وين كاميرتي؟ الذي والذي. انحنى نضر. عبض الطريق نحو المدينة لا مجد للسر. يبطلنا روحنا مينا. باتمان اللياقة زيرو. عطنا حمضيات مع اني ما اداني. بس يلا. بس تحب الديوقاية. بس مغصوب انا في الحمضيات. بيض وجهك. تحس انه مجبور ها؟ اي والله مجبور. بارد بعد حر. تعبنا صح؟ الله يعين. حنا ما قعدنا الا شوي وتعبنا. فما بالكم عبد الله علياني. ايش فيه؟ ملك الريالتي. والله صراحه اني ايه نبي تكلمت انا في الموضوع هذا تكلمت فيه. عبر ما في خاطرك. شوف انا والله ما ادري انت ايش قلت. والله ادري داري. والله اني ما ادري ايش قلت ولا داري. توك صح وجاي. عطنا. لكن اللي صار والله لا يرضيني هني ولا يرضي عبد الله العلياني ولا يرضي المتسابق في هذه القريه. المتسابقين يتعبون ومثل ما شاء الله عبد الله العلياني ما حد ينكر جهود عبد الله العلياني في الريالتي. صح. ما حد لا متسابق لا جمهور لا مذيع لا ممثل اي ما كان عبد الله العلياني نجم الريالتي الاول تمثيل وما شاء الله في دوره في التمثيل يقوم بصح ويعني من قبل لا يدخل البرنامج عنده مجال يعني عنده خبره في هذه مجال التمثيل وعنده رخصه فوق هذه ودخل البرنامج واثبت وجوده خلال 90 يوم عبد الله العلياني نجم من نجوم مراجل ويستحق النجم الريالتي للامانه من دون قصور في اخواني المتسابقين. وحنا ترى صرحنا قلنا ان عبد الله العلياني هو الوحيد. حنا اللي نتوجه. حنا نقول يا اخوي انت اللي تساهل. شوف مو الناس حنا نقوله. ليش يا حمد حنا نقول كذي؟ شيء واضح شيء يبين ومعروف. وقلت انا في الشيء هذا ولا اقطع واردك قلنا اي نسخه قبلنا وش يصير؟ اغلبهم يتنافسون على ملك الريالتي. احنا في نسختنا نقول لا عبد الله هذا هو. يا سلام. هذا عبد الله. حنا اللي نعطيه اياه. لانه نجم لأنه هذا هو اثبت وجوده. لكن اني بموت وعارف ليش الغي على اخر يوم ليش يعني والمجهودات اللي راحت و هذه سوينا قبل شوي مثال سوينا مثال انا وريان والصراحه كنا بنكسر ال اوكي أيوة. لقينا قزاز فعرفنا فسوينا مشهد تمثيلي ان نكسر القزاز زين قلنا هذا طموحات عبد الله وكسرناه زين ليش كسرناه؟ الشيء اللي انكسر خلاص فكسروا طموح عبد الله ومعاناته وكل شيء كسره يعني على اخر يوم تشوف كذا ادري قال ما راح يدخل بث هذا اللي زعلنا. تخيل ان الحين يعني خلال مسيرتك 90 يوم محقق لك هدف وتسعى على هدف من اول يوم هذا طموحك يجيك اخر يوم شخص يقول لا احنا قرر بالغاء الريال نجم الريالتي يا اخي كيف عليك ابا سبب مقنع ابا سبب مقنع مو بس انت انا بعد شفت في جوالي قبل ادخل ان ناس واجد كلموا غرت انا بعد في الشيء هذا لا تشوف كلام الجمهور اتحداك تلقى واحد عارض الجمهور والمتسابقين والاداره وكل شيء واحلى تحيه المشرف والله بعد بعض القرارات تزعلك صح تزعلك فما بالك يوم تجيك القرارات لك انت شخصيا فيك انت شخصيا هي في رفيقك لكن ايش قال الشاعر اضيق من ضيقه رفيقي لي اضاق لو كنت في نعمه وخير وسقاله صحيح والله اللي ضايق عبد الله العلياني كانه يضايق الجميع اي والله متسابق يجيه يضيق معه الجميع لان نسخه مراجل النسخه الوحيده اللي كانت لن تتكرر نسخه لن تتكرر لا بتجي قبلي ولا بتجي بعدي ليش؟ لان هي اثبتت وجودي في الخوه والتكاتف والوقفه وهذه والله ما اقول اني هني في النسخه ولكنني شفت بعين نسخه لن تتكرر بمعنى الكلمه والحمد لله على اختيارهم الموفق للشباب مو الكل اختاروا يعني لا الكل شو الكل شو ان شاء الله الكل لا 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 على بلاطه من الاخر اختاروا لا. 26 شخص اثنين ما ابدعوا اثنين انا احطهم برا الحسبه زين و26 شخص يعني عرفوا انهم يختارونهم بس الاثنين هذولك ما ادري هل هم جايين باسطه جايين بشيء ما ادري زين فهذه المشكله على العموم المهم ف
احلى تحيه المشرف الشمري. يا بعد حيه والله يا مشرف الشمري، يا بعد حيه والله. حلو زين. تعال روح روح داخل الله يفضحك، روح روح يا مسلم. اسمع اسلم، فانا اتكلم اللي اختار حمد خلص ابغاك كرسي بس معك مقابل. ايه الورد الازرق، تعال الورد الازرق. الله من زمان مشاهدينا الكرام، اخرج هذه كاميرتنا. حلو حلو. السلام عليكم. هلا والله. لا تجاوز لا تجاوز. هلا والله. شلونك الورد الازرق؟ مساك طيب. لومه انت. اوكي انا وش خلاص خلاص بديت غلط ترى. لا بديت غلط يوم بنت هذا البرنامج. مزين عبود تفضل. لا لا الله لا اله الا الله. معك مشرف، عطى ابو 10 دقائق وجهكم. اوكي وش خلاص بسوي معك مقابله بعدين انا. اوكي الورد الازرق تفضل استاذي. هلا والله مشرف الشمري تفضل. حر مره عيد الكاميرا مش بلاك. فوق اول خايف منها الحين ماني خايف. الكرمش اليوم يعني شايف ولا انا قاعد توك تقدح الحين قاعد في البدايه. هو عيش يقول مش راعي الكاميرا. ايه ترى تحسبون خايف منا كذا وغمض عينه الحين. وش اللي وجه حاتم؟ نحبك يا حاتم، نحبك يا حاتم. اي والله. المهم انا استاذ ابو 10 دقائق. يلا اسلم. مخرج وين كاميرتي؟ وين الكاميرا يا مخرج؟ انت استريح استريح بس. لا انا مستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. علي فوق المطبخ، علي فوق المطبخ. هذه كاميرتك انت. اي ما جيت للحين. علي فوق المطبخ. بتيك الكاميرا. مشاهدينا الكرام عندنا لكم مع برنامج الورد الازرق مع ضيف جميل وشخص طيب وحبيب على قلوبنا مشرف الشمري. اسمع له اكبر تحيه اللي يتابعنا من خلف الشاشات. صفق المشرف. الله يسلمك الله يسلمك اخوي عبد الله. السلام عليك يا مشرف. السلام ورحمه الله وبركاته. الصراحه سعيد اليوم بلقائك ومسي على اخواني المشاهدين. مشرف للامانه احنا فخورين باستضافتك في هذا البرنامج البسيط، البرنامج اللي هو اسمه طال عمرك الورد الازرق. هذا البرنامج او هذه الفقره البسيطه اللي نقدمها دائما للمتابعين والمشاهدين كان اول يا ما اللهم صل وسلم عليه. طيبين يا رجال عندي نعم اذا ما نسمح لك احتياج رقاب يعني والله فدوه. اول شيء